السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد عن كيفية إنتاج التمارين التفاعلية بواسطة برنامج Active Presenter. إذا قبل ما ندخل البرنامج غادي نشوفوا النتيجة، يعني اللي غادي نشوف معكم في هذا الفيديو. إذا غادي نشوفوا النتيجة شنو خصنا نديروا في هذا الفيديو. إذا كنضغط على لابيرسو. إذا هادشي كامل غادي نشوفوه من بعد الفيديو. إذا التمرين عندكم لاباج داكاي وعندكم ليكزيرسيس الأول تيعطيك هنايا كتحاول تجاوب. مثلا نديرو فري، كنديرو سوميتر كيعطينا الجواب الصحيح. ندير كونتيني شوازيغ لانتخي، كناخد مثلا هنا ناخد هنا مثلا ليكرون، حاول نجاوب خطأ كيعطينا هنا ديزولي فوت ريبونس انكوريكت. كندير كونتيني كيعطيك شوازيغ لي سيستيم دكسبلوطاسيون لي بلي كونو. بالنسبة لينا مثلا هنا هما عندنا الويندوز وماكوس. مثلا غادي ندير سوميتر وغادي ندير هنا فيليسيتاسيون. هنا غيعطيك مثلا هنا عندكم واحد كيستيون ديال اترو، مثلا لو مو انفورماتيك اي كومبوزي دو دو مو انفورماسيون بليس مثلا اوتوماتيك. كندير اوتوماتيك، كندير سويفون. هنا كندير يعني ديبلاسي شاك ايماج لونيتي سونترال، غادي نديها لونيتي سونترال. الانترنت غندير الانترنت، غادي ندي هذا هنايا وهذا هنا. من بعد ندير سوميتر، قال لي صحيح. هنا مثلا غنديرو اكزرسيس ديال كلاسمون. هنا مثلا كدي مثلا ان تيرا تاع بحال 3 جيجا تبع 1 ميجا، ثم كدير مثلا سوميتر. او هنا كيعطيك الرابور ديالك شحال، هنا كيعطيك السكور شحال، لان عندي السكور 10 ديال النقاط، لان عندي واحد خطا درت كل واحد عليه نقطه. وهنا كيقول لك الريزولتا باسي، البورسونتاج شحال، لا دات شحال درتي ديال الوقت التوتال. وهنا كيعطيك يعني لاندكس، يعني فري او فو دوك الريزولتا، لي طونتاتيف، السكور، السكور ماكسيمال اتسيتيرا. دونك هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هاد لا فيديو. اذا قبل ما نهضر على يعني شكون هاد اكتيف بريزنتر، حاول ندخل الموقع الرسمي ديالو ونشوفو. دونك غندخل لجوجل ونكتبو اكتيف بريزنتر. اكتيف بريزنتر، نضغط الموقع الرسمي ديالو، ندخلو ليه. دونك نلقاو الموقع الرسمي ديالو هو هذا. دونك هنا اخر فيرسيون عندكم اكتيف بريزنتر 8. هنا يعطيكم هنا التيليشارجي. دونك بالنسبه لنا هنايا كاينين هنايا لي لوجيستيال دو كرياسيون او ليرنين بويسونت. يعني هذا البرنامج شنو كيدير، لاحظوا معايا المميزات ديال هذا البرنامج. تيعطيك لونغوجيسترمون ديكرون، يعني ممكن دير بحال الشكل ديال كامتازيا. وكيعطيك من بعد المونتاج اوديو اي فيديو، يعني كدير عليه المونتاج. وكاين سيمولاسيون دو لوجيستيال ثاني، هاد يعني هاد الميزه اللي في هذا البرنامج، لان ميزه رائعه كد عليك. وكاين جيد لوجيسيال، وكاين جو ليرنين، وكاين هنا باتيمون كويز. دونك حنا بالنسبه لينا اليوم غنشتغلوا على هذا، وفي دوره اخرى ان شاء الله غادي نشوفوا مثلا باقي مثلا لونجستمون دو كروم، مونتاج دوديو، سيمولاسيون دو لوجيسيال اتسيتيرا. هنا كتلقاو لي زيكزامبل دابرونتيساج اون لين. لاحظوا معايا كاين لي زيكزامبل، لاحظوا معايا هنا كاين دي زيكزامبل. لاحظوا لو دخلنا مثلا شي اكزامبل هنا، ممكن تدخل هذا الاكزامبل وممكن تموديفي عليه. لاحظوا معايا هذا الاكزامبل الشكل ديالو كيعطيك هنا، ممكن تيليشارجي. شوف الشكل كي داير، ها هو كيعطيك هنا، كتضغط مثلا هنا كيعطيك. يعني هذا ممكن تعطيك تيليشارجي ها هو، وممكن تموديفي فيه وديرو على حساب انت شنو باغي مثلا دير. ممكن بزاف ديال. دونك هنا ندخلو مثلا اكتيف بريزنتر. هنا كاينين عاوتاني تيقول لك هنايا مثلا البري ديالو اكسترا. ندخل مثلا اللي بغيتي تشريه، هنا كاين اكتيف بريزنتر غيعطيك مثلا هنا لي فيرسيون اللي كاينين عندنا. كاينه 8. هاد 8 بطبيعه الحال كتصلح لي فيرسيون اللي هما 64 هنايا اونيكمون. وكاينه فيرسيون في ماكوس هي
وكاينه 7.5 هي اللي غنشتغل عليها انا حاليا، كتخدمتها هي في 64 انيكمون، وكاينه في ماكوس، وكاينه واحد فيرسيون اخرى اللي هي اكتي بريزنتر 6.1.6 اللي كتخدم على فيرسيون 32 وفيرسيون 64. معناها 32 و64، يعني الا بغيتي تعرف الفيرسيون ديال الويندوز ديالك كتضغط بالبوطونه اليمنيه على اورديناتور او بيان بوزو ترافاي، كدير بروبريتي وكتعطيك اش من فيرسيون اللي غادي انت تيليشارج. اذا من بعد ما تيليشارجينا هاد الاكتيف بريزنتر كندخلوا ليه، خرج غادي ندير فيشي هنا ونكون ندير فيد بروجي فيد. دونك لاحظوا معايا هنا كاين انغوجيستري ان فيديو اللي شلنا بحال كابتور ديكرون، سيميلاسيون دو لوجيسيال، امبورطاسيون بويربوينت، ممكن دير امبورتي بويربوينت. دونك هنا الحوايج فيه بزاف ديال الامتيازات. انا بالنسبه لي غندير بروجي فيد. اذا هاد بروجي فيد هو هذا ديالنا، لا لاحظتوا في الواجهه ديالو يعني هو شبيه بالبويربوينت، نفس تقريبا اللي فيه تقريبا كاين في بويربوينت. لاحظوا انا مشيت للديابوزيتيف غتلقى هنا اللي عندها علاقه بحال شكل ديال بويربوينت، مشيتي لي زانوتاسيون ممكن تزيد فيديو، تزيد ايماج، تزيد ايكون، تزيد سون، تزيد ليان يوتيوب اتسيتيرا. كاين لي زانتيراكسيون بالنسبه لينا حنا اللي غنخدموا بها هما لي زانتيراكسيون، هما هادو اللي شلنا كاينين هما تيتسماو لتحت دون لو جروب كيستيون، وكاين هنا لونجلي انتراكسيون جروب كيستيون. دونك غنخدموا اليوم في هادو. وكاين ديزاين لما تتبدل هنا الديزاين، مثلا ما عجبكش هذا دير ديزاين من هذا بحال شكل قلنا ديال بويربوينت. كان في لي ترانزيسيون بين ديابو ديابو، لي زانيماسيون توا في لي زانيماسيون، وهنا عندكم ليكسبورطاسيون ديالكم من بعد ما توجدوا المنتوج ديالكم، كيعطيكم هنا الميزه رائعه جدا اللي هو اتش تي ام ال 5 اللي هي اخر فيرسيون في الديفلوبمون ديال اللي ويب. وكاينه ممكن تكسبورتيه فيديو، ممكن تكسبورتيه يوتيوب، ممكن تكسبورتيه بويربوينت، ممكن اكسترا. وهنا عندكم فنتخ، هنا ممكن تشوفوا بزاف ديال العمليات اللي غادي تشوفوها من بعد. بالنسبه لينا غنختصروا باش ما نضيعوش الوقت، نمشيو للانتراكسيون. اول حاجه عندكم هاد الديابو اللي هو خاوي بحال شكل ديال ديابو ديال بويربوينت، ممكن تمسحوهم وديروا واحد اخرين، وممكن تغيروا اول حاجه لاريير بلون. مثلا تقدروا تضغطوا البوطون اليمنيه كتلقاو مثلا ايدي تيليماج دو لاريير بلون، افيشي لا فونتر اكتيف اتسيتيرا. دونك هنا بحال الشكل ديال هذا، ولا تضغطوا على بروبر تمشيو لهنا فونتر وديروا بروبريتي. ها هي تجيكم هنا بروبريتي، يعني هاد بروبريتي ديال اش الخاصيه ديال هاد ديابو هذا. اذا هاد الخاصيه ديال هاد ديابو، اذا غتجي لهنا كتلقى بزاف هنايا با دو امبليساج، امبليساج يونيك، ديغرادي اتسيتيرا. دونك هنا ممكن تغير لاريير بلون ديالك على حساب، ممكن تجيب ايماج. المهم قلنا شبيه بالبويربوينت، هي ايماج وشي دير باركورير وتقلب على ليماج ديالك وتجيبها، يعني ما كاينش اشكال هنايا عندك ليماج دو لاريير بلون اتسيتيرا. دونك هنا خاصا بالبروبريتي ديال الديابوزيتيف. عندكم هنا لا ديوري ديالها ديال الديابو شحال المده ديالها، ممكن تلعب انت في المده ديالها. وهنا عندكم السكريبت او لي زاكسيون. حنا بالنسبه لينا ما غنهضروش على الديابو، انما نهضروا على يعني على لي كويز اللي غادي انسيريو، هما اللي غنهضروا على لي زاكسيون ديالها. اذا هنا الديابو يكفي، يعني اللي قلنا هنا هو انها تبدل لها لاريير بلون ديالها وتجيب ايماج وستايل اتسيتيرا. دونك على حساب انت شنو بغيتي دير. اذا حنا غادي نمشيو قلنا لي زانتيراكسيون، وغنبداو اول حاجه مثلا غادي نديرو مثلا فري اوف. مثلا شنو فري اوف؟ اذا تيعطينا هنا فري اوف، ولاحظوا معايا يعطينا هاد لاباج داك يخليها لي خاويه. هنا هاد لاباج داك واش ممكن ندير فيها؟ ممكن ندير فيها واحد مثلا تقويم تشخيصي، نكتب هنا مثلا ايفاليسيون دياغنوستيك، الفئه المستهدفه، المستوى، الى غير ذلك. ممكن هنا كندير معطيات حول هذا المورد الرقمي اللي غادي نصاوب، او لهاد التمارين التفاعليه اللي غادي نصاوب، يعني الفئه المستهدفه لمن غنصاوب هاد مثلا هاد من اعداد كذا الى غير ذلك، اسم مؤسسه اكسترا. اذا كنا انا غندير فقط مثال غير باش نخدم شويه ديال لي زون دو تيكست. غنمشيو للانتراكسيون، او لا نمشيو للاكوي. كاينه اكوي عندكم هنا، كاينه ديابوزيتيف،
كاينه انوتاسيون. من هاد انوتاسيون ممكن نجيب هاد لي زون دو تكست اللي كاينه، قلنا بحال بوربوانت عندنا زون دو تكست، عندنا لي فورم، ممكن نختاروا الفورم اللي عجبنا ولا زون دو تكست اللي عجبنا. مثلا غندير انا نكتب زون دو تكست، غنجي مثلا هنا ونكتب، نحط هنا ندير زون دو تكست، نضغط على زون دو تكست ونكتب زون دو تكست مثلا هنايا، نكتب اللي عجبني مثلا كريي، مثلا دي زيكزرسيس اكزيرسيس ان انتراكتيف افيك اكتيف بريزنتر. اذا هنا ممكن تكبر الكتابه، قلنا يعني واحد لا سامبليسيتي كيما عجبك، ممكن دي بلاصي هذه تكبرها، ممكن تمشي للفورما تبدل الكولور، تبدل كرا ايطاليك، تبدل نوع الخط، تمشي للفورما ممكن تجيب هاد لي فورما اللي عندكم اللي عجبكم مثلا هنايا، ممكن تاخذ اللي عجبك، تجيب الكونتور رومبليساج اتسيترا اومبر. المهم هنا راه كاع الامكانيات عندك متاحه. اذا شلنا ليسونسييل هو نشوفوا كيفاش انسيرو واحد زون دو تكست حنا شلناها، نمشيو نشوفوا عاوتاني لي زانوتاسيون، ممكن انسيرو ايماج هنايا، ايماج مثلا ولا سون ولا شي حاجه. اذا حنا غادي نمشيو نديرو ايماج باش نحاولوا نستغلوا كاع تقريبا، نمشيو نجيبوا شي لوغو مثلا ديال اكتيف بريزنتر مثلا، وممكن نجيبوه هنايا حتى هو نكبروه نصغروه يعني كما العاده. اذا هذا فقط هاد الديابو غيكون يعني تقديمي، ممكن دير فيه اللي عجبك. غادي نمشيو حنا ما يهمنا، وهو نبداو مثلا هنا الكيستيون ديالنا اللي هو مهم هنا، اللي هو مثلا فغيو فو. اذا هذا فغيو فو، لاحظوا معايا هنايا هذا لو تيتر ديالو يعني اسم او سؤال، يعني هنا كتحاول تحط السؤال مثلا على حساب الاسئله نتوما اش من ماده. ولاحظوا راه يكتب لكم سواء بالعربيه سواء بالفرنسيه، دونك يكتب بجميع اللغات ما كاينش مشكل. انا فقط غادي ندير اكزومبل مثلا لورديناتور اوتين ماشين اوتوماتيك، واش هاد السؤال واش صحيح ام خطا. اذا غادي نجي لهاد الاسئله، ممكن ديبلاسيوها نكبروها، ممكن نصغروها، ممكن نجيبوها الوسط. عادي نحاول نكبر باش تبان لكم شويه كبيره. ها هو كيعطيكم هنا. اذا نقرا هنا، لاحظوا مع ديال الفري اوفو هنا كيعطيكم واحد النقيطات صغار، اذا ممكن نكبروهم. غادي نمشيو للفورما، وهنا كيعطيك الاختيارات ديال لي ستيل ديال لي بوطون راديو، ممكن تاخذ ستيل اللي عجبك من هنا، شوف انت اللي بغيتي. اذا هي كتكبر شويه، ممكن دير غومبليساج تبدل كذا اكسيتيرا. دونك هنا ما غاديش ندخل في التفاصيل ديال لا ميزون فورم وكذا، انا فقط غادي ندير التمرين. اذا هنا عندكم فغي اوفو، عندكم هنا كيكتب لكم واحد، وهنا كيكتب لكم جوج، يعني كاين دوز اكسيون هنايا، كاين لاكسيون الاولى غتبان هادي، ومن بعد عتبان هادي باش تضغط على بوطون دو. مزيان. اذا لاحظوا معايا هنايا، يا دابا خاصنا نشوفوا لي زاكسيون، يعني شنو هو الجواب هنا الصحيح. لورديناتور هو اون ماشين اوتوماتيك. مزيان. لكن الجواب صحيح كتضغط هنا دوبل كليك على فغي، هنا كدير دوبل كليك على فو باش تولي فو. اذا بالنسبه ليا انا لكان هذا السؤال خطا، غادي ندير هنا فو، كان صحيح غادي ندير فري. اذا بالنسبه ليا انا راه صحيح، غادي ندير دوبل كليك على فري. اذا هو دابا اوتوماتيكمون راه فهم بان الا درت هنا سوميتر ودرت لا بيرسو، راه غادي الا ضغطت على فري غيخرج ليا واحد الفيدباك التغذيه الراجعه اللي غادي تعطيني مثلا فوت ريبونس اي كوريكت اكسيتيرا. حنا من بعد غادي نشوفوا هاد الفيدباك يعني فين مخبيين بالنسبه للوجيسيال، وكيفاش نبيرسوناليزيهم حنايا يعني بالكلام ديالنا كيما عجبنا حنا. اذا باش ما نطولش غادي نمشي نشوف يعني باراميتراج ديال هاد فري اوفو، ندير دوبل كليك على هذا، اولا نمشي للفونيتر ونضغط على بروبريتي بحال بحال. اذا انا فيرميت هاد الفونيتر بروبريتي، راح ندير دوبل كليك هنا عليه هذا، ماشي على الديابو، وانما على السؤال هذا. دوبل كليك كيعطيني الكاركتيرستيك او الفنات بروبريتي اللي كتافيشا يعني تابعه لهذا السؤال.
اول حاجه كيعطينا الغومبليساج، يعني هنا عادي لا ميزون فور ممكن نديرو غومبليساج كيما عجبنا، ناخدو اللون اللي عجبنا مثلا، السؤال نعطوه السؤال اللي بغينا، غومبليساج ديغرادي. دونك هذا فقط لا ميزون فور، هذا يعني كاينه لي لين با لين لين سوليد اتسيترا. دونك هنا يعني الامور تكون بسيطه جدا، ما كاينش اشكال. هذه عندها علاقه بلا ميزون فور، كيفاش غيبان الشكل ديالو الى غير. غنمشيو الفوق عندكم تاي اي بروبريتي. هاد تاي او بروبريتي شنو عندكم فيها؟ تيقول لك لا ديماري لو طون، هادي غديمارا اوتوماتيكمون، يعني ملي غنطلق اللونسي غيديماري السؤال. هنا عندكم 0 0 0، هنا لا ديوري ديال هادي اللي كيعطيك منها، لا ديوري ديال ديابو يعني فيها 3 سكون. هنا عندكم مونتري ا لا فان دو ديابوزيتيف، داكوغ، يعني هذه غادي تمشي عاديه تال دوز لافان ديال ديابوزيتيف، يعني من واحد غيدوز. حنا حاليا عندنا غا ديابو واحد، يعني ما غاديش يكون عندنا هذا الاشكال هذا، من بعد غنطرقوا لهذا الاشكال. هنا عندكم موديفي لا ديسبوزيسيون، عندكم هنا غري ممكن دير اوكان، الا درنا غري غيعطيك هنا مثلا نومبر دو كولون، حيت عندنا هنا لاحظوا معايا عندنا تعطيك نومبر دو كولون، هنا عندنا كولون واحد، الا درنا دو كولون لا درنا دو كولون غيعطيك فري فو، يعني دو كولون وان سول لين. هنا عندك اوريزونتالمون بغيتي ديرها، هنا عندك فيرتيكالمون اتسيتيرا. دونك هنا تا ما ندخلوش فيه التفاصيل. هنا عندكم ديمونستراسيون، لان هذا اللوجيسيال تيقدم نورمالمون 4 ديال الامكانيات. كاينه ديمونستراسيون، كاينه ديداكتيسيال، وكاينه اونترينمون، وكاينه تيست. حنا بالنسبه لنا غادي نقتصروا فقط على التيست، اذا هنا ما غاديش نتكلموا عليهم، فقط غنهضروا على تيست. مزيان، غادي نمشيو للحاجه اللي هي مهمه جدا وهما لي زاكسيون. هاد الصفر هنا او لي ديكلونشور على حسب تحسبوهم. دونك بالنسبه لنا هنا لي زاكسيون، ملي كنضغط على لي زاكسيون كيعطينا هنا لو نو ديال شنو نو ديال هاد الكيستيون، هذا سميتو كيستيون 2. وهنا كيقول لك في هنا افيشي لو بوتون باسكول، يعني باش دوز من البوتون بوتون. هنا عندكم مونتخ لا بريزونطاسيون، ميتخ لا بريزونطاسيون اون بوز. انا نحاول نبين لكم هادو شويه باش تبان لكم. هي لتحت، هو فورت بروبريتي ميتخ لا بريزونطاسيون اون بوز بور اتوندر لونتري دو تيليزاتور. اذا هاد الديابو يعني كتحبس باش تخليك انت تجاوب. لما كانش مبوشي هادي راه غادي يدوز هو من ديابو لديابو بلا ما يعطيك الامكانيه انك تجاوب. داكشي علاش تنقولوا بحال اللي راه لما كوشيناش هادي يولي بحال شكل فيديو كنشوفوا فيه وندوزو. بالنسبه لنا خصها تكون هادي ضروريه، كتكون بار ديفو غير للاشاره، المهم راه شرت ليها باش تبان لكم. هنا ايدي رابور، هاد ايدي رابور غادي نديروا واحد العمليه هنا من بعد باش تبان لكم علاش هاد ايدي رابور. غادي نحاول نسمي هاد ايدي رابور باش في الاخر ديال الرابور ديالنا غايقول لك مثلا اش من طبيعه هاد السؤال. مثلا هاد السؤال فري او فو، خصنا نعطي واحد ايدي رابور باش يعرف بان انا، لان غيكونوا عندنا اسئله بزاف، كاين فري او فو، كاين شوا ملتيبل، كاين شوا اونيك، كاين ديبلاسي اتسيتيرا. اذا حنا كل واحد كنعطيو السميه ديالو باش تيبان لينا في الرابور هاد طبيعه الاسئله شنو هو، لان الا خلينا 20 جوج ما غاديش تعرف اش من الطبيعه. انا بالنسبه لي غادي ندير فقط اختصارات، غندير فري فري فو مثلا، هاد السؤال الطبيعه ديالو فري او فو باش يبان لينا في الرابور فقط. هنا مود كنلقاو مود كلاسي، وكاينه مود اون كات. لا درنا مود اون كات يعني تيكون فقط استبيان، يعني ما غاديش يعطي فيه يكون فيه النقاط. انا بالنسبه ليا ممكن ناخذ كلاسي، ممكن على حسب طبيعه السؤال اللي غادي ندير انا. هنا كيعطينا ريبونس نشوف، يعني شافل، يعني هذا يعني بحال اللي كنقولوا حنا ميلونج ديال لي كيستيون. بحال دابا هنا لا كوشيتها شنو تعني. هنا كتلاحظوا عندنا فغي او فو، يعني بارفوا راه غيولي يرجع لك فو الفوق وفري لتحت، يعني ما يخليهاش ديما الفوق فري باش يكون واحد المصداقيه، ماشي ديما الفوق فري، ومره تكون فو مره تكون لتحت الى السر. ولكن الجواب راه كيكون هو هذا، كيبقى هو. هنا كيعطيكم لي بوان على حساب انت شحال بغيتي تعطي لي بوان ديالك انت مثلا لهذا السؤال. مثلا غنعطيوه نقطه ولا جوج على حساب، ولا بغيت تعطيه صفر نقطه على حساب. غنعطيوه مثلا نقطه. هنا الكونتاتيف تا التونتاتيف هو على حساب السؤال. بحال دابا هذا فغي وفو ما يمكنش تعطيه يدير تونتاتيف جوج المرات، تقدر تقول لي انفيني. لا كنتي كدير لي غي اكزيرسيس راه ممكن دير انفيني،
بالنسبه لنا مهم على طبيعه السؤال. يعني ما يمكن هنا، ما يمكنش هنا دير مثلا جوج مثلا هنا، علما ان لما كانت فغي غتكون فون، دونك هنا خصكم اغلبيه غتكون مثلا طونتاتيف وحده ما يعاودش جوج. هنا لو طون ايكولي، وهذه تا هي مهمه جدا ممكن تفعلوها. يعني هاد السؤال اللي فيه فغي وفو ممكن تعطيه انتم مثلا واحد لا دوري ديال لو طون، تقدر تعطيه مثلا 2 سكوند 3 سكوند 15 سكوند. المهم انتم هنا يعني كتباراميتريو ديالكم، ما نديرو مثلا 10 سكوند مثلا. اذا هنا تنكونوا نهينا، غادي نحاولوا نتستيو على هذا التمرين، وغادي تلاحظوا التمارين كامله اللي جايه كلها عندها تقريبا نفس باراميتراج. اذا لا فهمتوا هذا الباراميتراج هذا ديال السؤال الاول ديال فغي او فو، ممكن ديروا الباراميتراج ديال الاسئله الاخرى كامله. اذا لا بقيتوا عاقلا معايا هنا، شنو درنا؟ قلنا بوان نقطه تونتاتيف وحده، والطون يكولي 10 ديال الثواني. غادي نحاول انا اول حاجه نطبق عليها هو انني ما غاديش نبقى نتسنى 10 ثواني ما غندير والو باش نشوف شنو غادي يعطيني. غايقول لي بان راه لو طون يكولي فاتك الوقت، والمره الاخرى نوليو نتيستيو ونبينو بان اننا كنجاوبو، ولكن يعني نجاوبو قبل الوقت وطونطاتيف وحده. اذا فين غنديرو هاد التيست ديال هاد الشيء؟ غادي نمشيو ليكسبورطاسيون ولا اكوي، بحال اكوي، وغنلقاو الفوق هنايا ابيرسو اش تي ال HTML5. هنا غنضغطوا هنا، كنلقاو هنا ديمونستراسيون ديداكتيسيال اونترينمون. هنا بالنسبه لنا غنديروا تيست، كنديروا تيست. لاحظوا معايا قلنا ما غاديش نجاوبوا. لاحظوا الديابو الاولى غدوز عاديه لان ما فيهاش اسئله، وغيجي هنا غنجلس 10 ثواني ما غنجاوبش باش نشوف شنو غادي يعطيني الميساج. لاحظوا معايا اذا فات الوقت، قال لك ديزولي لو طون دو ريبونس اي اكسبير. دونك بالنسبه لكم نتوما على حساب، بغيتو ديروا فيهم الوقت ديروا فيهم الوقت، بغيتو ما ديروا فيهمش الوقت، بغيتو مثلا يعني التلاميذ فقط يبقاو يديروا لونطريمون يتعلموا هذا، ممكن تحيدوا الوقت. دونك نتوما على حساب طبيعه الاسئله اللي باغي نديروا. دونك كنديروا كونتينيو وصافي، هو تيقول لي ديزاكتيفي، اذا ما بقاش عندي الحق نجاوب. مزيان، اذا اول حاجه غادي نحاول انا نديزاكتيفي هاد لو طون صافي، باش ما يبقاش بالنسبه للخدمه ديالنا هنا، باش ما نبقى ندوزو من ديابو ديابو باش ما يعطيناش اشكال. طونطاتيف قلنا وحده، اذا حيدنا غير الوقت، غادي نمشيو نتيستيو كالعاده باش دونك هنا الوقت حيدناه، يعني كنجاوبو هنا فقط على خاطرنا. هو غادي هنا اون بوز، هو غيحبس لان عرف بان قلت لي انا ما يدخل ديابوزيتيف اون بوز. اذا غنجاوب، لاحظوا واخا نتعطل غندير مثلا انا بالنسبه لي السؤال فري، قلت ليه فري، نضغط على فري ونشوف وندير سوميتر. ها هو قال لي ديزولي فوتر ريبونس اي انكوريكت. مزيان، اذا السؤال اللي يعني اللي غيطرحوا البعض هو ان هاد لي بواد دو ديالوغ حنا ما كتبناهمش، ومنين جاونا اصلا؟ اذا انا غادي نمشي نوريكم فين كاينين هادو، وممكن بيرسوناليزيهم، ممكن تكتب هنا انكوريكت، ممكن دير خطا هنا ديزولي تكتب المعذره الى غير ذلك. ممكن بيرسوناليزيو نتوما تبلون اللون ديال البوطون او اللون ديال كذا، ممكن تغيروا اي حاجه. اذا اول حاجه غنمشيو نشوفوا هاد الفيدباك ولا التغذيه الراجعه فين كاينه. اذا غادي نمشيو للفونتر، هنايا الفونتر، وغادي نمشيو هنا عندكم غتلقاو رياكسيون ماستر. لاحظوا هاد لي ماستر كاينين حتى في باوربوينت، كتلقاو يعني دياب ماستر كتلقاو في باوربوينت. دونك انا غادي ندخل لهنا باش يبان ليا شنو كاين. دخل لهنا، لاحظوا معايا كيعطيني البوطون، لاحظوا كانت عندي زرقاء اللي هي اللي كتبان، هي اللي كتبان عندي هنا. ممكن هنا ها هما كيعطيني هنا كوريكت بالزرق، هنا فيليسيتاسيون فوت ريبونس اي انكوريكت. دونك هنا ممكن تغير هذه، تكتب صحيح ما كاينش مشكل بالعربيه، ودير المهم هنا بالعربيه وتبدلها تردها كبيره هنايا، دونك ماشي مشكل. عطيها واحد لا طاي تكبرها، دونك نتوما على حساب. وهنا ممكن تبدلها بالتوفيق اجوبتك صحيحه الى غير ذلك. دونك هنا نخليو غير هذه باش تبان لنا يعني الامور كيفاش دايرين. هنا انكوريكت ممكن تبدل هذه مثلا صحيح، تقدر دير هنا مثلا خطا مثلا، ممكن نكبروها
ممكن نديرو جران، نوع الكتابة اتسترا. خطأ هنا انكوريكت، ديزولي فوتر ريبونس انكوريكت. هنا كاينين ايسيي انوفو. علاش هذه مختلفة على هذه؟ لأن هنا ملي كيكون عندك سميتو يعني عندك الإمكانية تعاود، يعني النومبر تونتاتيف، نعطيك الإمكانية النومبر دو تونتاتيف، ما يخرجش هذا الميساج وإنما يخرج لك ميساج آخر اللي هو هذا، حتى هو تيقول لك حاول مرة أخرى. تقدر نبدل أنا ايسيي انوفو بحاول مرة أخرى اتسيتيرا. إذا هنا كومبليت يعني ملي كتسالي تقدر تكتب أنت انتهاء هنا، ممكن تبدل هنا أن كومبليت. المهم هادو كاملين ممكن لو طون اي كولي اللي خرج لينا قبيله بان الوقت سالى الى غير ذلك. اذا غنجاوبو فقط، غادي يعني غادي فقط نخدم انا غير هادي، نجربو ديك الجوج ونوليو نرجعو الامور كيفاش كان. دوك غندير فيرمي مود، فيرمي داك المود وندير التيست ونشوفو مثلا المتغيرات اللي درنا. غادي ندوزو فقط، غادي نضغطو على فري ونديرو لحظة وكتب لنا خطأ. désolé votre réponse est incorrecte. كدير كونتيني و كتحاول تكمل. اذا هنا غادي نحاول نرجع الفيدباك ديالي اللي كانوا، نمشي نحاول نبدلهم. دونك غادي نمشي للفونتر قلنا، وغادي نمشيو ل رياكسيون ماستر وندخلو نشوفو ديالنا هنا صحيح. وهنا عندكم قلنا ان كوريكت، وهنا كوريكت، وهنا كومبليت، وهنا هنا كنا درنا صحيح. دونك هادي اللي بدلناها واقيلا بوحدها. اذا هنا نكتبو مثلا كوريكت بالفرنسية، رجعوها فقط نكتبو كوريكت. كوريكت. اذا نرجعوا نفيرمي بهذا المود ماسك، هو ماسك ديابوزيتيف، ونمشيو نحاولوا نكملوا، يعني نحاولوا نكملوا ديالنا، كملوا التمارين الاخرين. قلنا هنايا شنو كنا باش نذكروا لكم، شنو قلنا هنا باش نعرفوا بان هذا هاد السؤال صحيح ولا خطا، كنديرو دوبل كليك على الجواب الصحيح اللي هو مثلا فري، كندير دوبل كليك وكتولي ليا مثلا هذه هي اللي زرقاء. داكوغ مزيان. لاحظوا قبيله واخا درت فري في هذا كان عطاني الجواب، الا الجواب درت فري وقال لي الجواب خطا. علاش؟ لان مني درت الريترو اكسيون كذا ما كتش علمت لي فين هي اللي هي صحيحه، لانه هو بالنسبه لي راه بجوج خاطئين. اذا غادي نمشي ندير تمرين اخر اللي هو مثلا شواء يونيك. مثلا ناخذ شواء يونيك. قبل ما ندوز للتمرين الثاني غادي نمشي ندير اجوتي واحد ديابو مهمه جدا، اللي هي ديابو كتسمى دي رابور. نمشيو فونيتر ونديرو فونيتر، او لا ديابوراما عفوا ديابوزيتيف، غنلقاو ديابوزيتيف رابور. هذه سميتها ديابوزيتيف رابور، غنضغط عليها كتعطيني الرابور ديالي هنايا لي ديال هذا السؤال الاول. عنده الرابور ديالو، شحال خطا من سؤال، شحال جاب اتسيتيرا. هنا ممكن حتى هذه تبدلوها الرابور، مثلا ممكن تكتب هنا اللي عجبك مثلا، يعني هذا الشيء راه كيتموديفيا. هنا كتكتب العنوان ديال مثلا ريزولتا او رابور او مهم، شوف نتوما ديك الساعات شنو بغيتو ديروا. رابور مثلا. هذا الرابور حنا غنجربوه باش يبان لكم شنو كيعطينا فيه. نمشيو نديرو تيست، هنا كنديرو تيست باش نشوفو شنو غادي يعطينا في هذا الرابور. اذا ديابو الاولى، ديابو الثانيه، دونك قلنا غادي نديرو صحيح مثلا. ها هو وقف لينا، علاش؟ لان قالنا راه عندنا ديابو اخرى، ولكن هو وقف لان قلنا ما تخدمش ديابوزيتيف اون بوز. كندير سوميتر، ممكن نغيرو هاد سوميتر، ممكن نديرو فاليدي، ممكن نديرو اوكي كونتيني. ها هو عطانا الرابور. هاد الرابور شنو فيه؟ تيقول لك كوريكت وحده، سكور واحد، بورسونتاج 100%، ريزولتا باسي. وهنا كيعطينا لو نو، لانديكس ديابوزيتيف تيقول لك راه ديابوزيتيف جوج،
ايدي هذا هو اللي قلت لكم ايدي سميناه فغي اوفو باش تعرف بان هذا راه فغي اوفو. تونتاتيف شحال من مره، سكور وحده، سكور ماكسيمال، ريزولتا كوريكت. وهنا كيعطيكم ريبونس دا برونو. هاد ريبونس دا برونو كنلقاو 20 4، غادي نرجعو نوريكم منين كنغيروا هاد 20 4 باش تفهموا بان هاد الريبونس ديال برونو، لان الريبونس ديال برونو عنده فري وعنده فو. يعني داك البوطون اللي ضغط عليها اللي هي فري راه السميه ديالها في لا فونيتر بروبريتي خصنا نغيروا هاد 20 4 مثلا بالسميه ديالها بوطون فري بوطون فو على حساب. اذا غادي نخرج من هنا ونمشي نشوف، نمشي لهاد البوطون. لاحظوا معايا الا ضغطنا على هاد البوطون بوحدها بوحدها هادي ماشي كلشي، ماشي السؤال كامل هنا، راه كنضغط على السؤال كامل هنا بوطون بوحدها. لاحظوا ملي غندير دوبل كليك، لاحظوا شنو عطانا، قلنا هادي سميتها بوطون راديو، ولكن سكور درابور ها هو اي دي درابور ديالها راه فيها 20 4. اذا هذه 20 4 هي الصحيحه، نقدر نسميها انا مثلا بوطون فري، مثلا بوطون في، او مثلا ريبونس 1 ار 1 ريبونس 2. هنا ندير مثلا دوبل كليك، هنا غادي يعطيني مثلا هذه 20 5 نسميها مثلا بوطون فو باش يكون عندي الرابور ديالي مثلا مزيان. اذا غادي نتيستي غير باش نشوف فقط، لان باش ما نعاودش نرجع مره اخرى في الباراميتراج ديال هاد لي بوطون باش تفهموهم. اذا غادي نجاوب مثلا فو فو، ندير سوميتر، اذا ان كوريكت كونتيني. لاحظوا معايا شنو عندنا، نفس العمليه هنا كيعطيني سكور وكيقول لي سكور ماكسيمال طونتاتيف مره واحده. هنا السكور ماكسيما واحد، ان كوريكت متعلم على ايش ضغط، ضغط على البوطون فو مزيان. اذا لحد الان تبان لي مزيان. رجعنا بريفيو هنايا، يعني بغينا نرجعو نشوفو علاش شنو هما الاجوبه اللي درنا حنا. كنديرو سويفون، ها هو قال لينا راك درتي فو، ها الصحيحه خصك دير فري. كنقول لي سويفون، كيدوزنا للرابور. اذا غنديرو فيرمي ونمشيو نجيبو شي تمرين اخر. اذا باش نجيبو تمرين اخر بنفس العمليه كنمشيو انتراكسيون وكنديروا مثلا شوا اونيك ولا شوا ملتيبل، او كنمشيو لديابوزيتيف ديابوزيتيف او لا اكوي، وكنديروا هنا بحال بوربوينت كنلقى نوفو سلايد وغنختار نوفو سلايد. فهذا ندير كيستيون بحال 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 نفس الطريقه، غندير كيستيون وكيجيب لي هنايا الكيستيون ديالي وكيعطيك الانواع ديال لي كيستيون بحال بحال. انا بالنسبه لي كيستيون مثلا هو هذا فري فو درتو، دابا غندير مثلا شوا اونيك، مثلا دير شوا اونيك، ضغط عليها بغا يعطيني الاسئله اللي عندها على علاقه بشوا اونيك. هنا كالعاده نفس العمليه لو تيتر، ممكن نكتب لو تيتر اللي عجبني مثلا شوازيغ شوا زيغ مثلا لانترو في هذه المجموعه هذه. وهذا كالعاده يعني هنايا كنكبروا البوطون لي بوطون ديالنا. هنا السؤال كالعاده ممكن نكبروه، ممكن نعطوه اللون، ممكن نجيبوه رواس اكسترا. دونك هنا ما عندناش مشكل. وهنا لي بوطون لاحظوا لا ضغطنا هنا، لا ضغطنا على هذا الشيء كامل كيعطيني لتحت. لا بغيت نزيد شي حاجه اخرى ها هو نضغط عليها، بغيت نزيد الا كان عندك بزاف. وهنا ممكن تحذف على حساب. اذا هنا غادي نبدا نعمر، غنكتب مثلا ايكرون ايكرون مثلا نكتب يونيتي سنترال يونيتي سنترال. وهنا ممكن نكتب انترنت انترنت، وهادو ممكن نحذفهم الا كان ما عندي ما ندير بهم، ممكن نحذفهم. سيبريمي بالكلافي سيبريمي سيبريمي، ونكبر هادو شويه كيما عجبني هنايا، نجيبهم فيما بغيت ونمشي ندير هذا ونكبر لي بوطون مثلا اللي عجبني كيما بغيت هنايا على حسب الاختيارات. اذا هنا ماشي اشكال، هنا خصني نختار لي فين هو الجواب الصحيح. اذا لانتري هو الانترنت، اذا غادي ندير ندير دوبل كليك على انترنت صافي مزيان. اذا هنا بنفس الطريقه غادي نمشيو نديرو باراميتراج ديال هاد ديال هاد ديال هاد السؤال. لاحظوا معايا هنا نفس العمليه ديال قبيله، هنايا تبدل لي كولون لي ديداكتيسيال اكسيتيرا. وهنا عندكم يعني بغينا نقولوا لي باسكول ديال لي كيستيون اللي عندكم. دونك هنا عندكم اي دي رابور،
هاد اي دي رابور هنا كنسميو كما قلت لكم قبيله. هذا مثلا غنسميه انا ماشي باليه في الرابور، غنسميه مثلا شوا شوا اونيك، يعني سي اش ولا سي شوا اونيك، ولا تكتب شوا اونيك هنا ريبونس باش يغير لنا هاد نشوف هادو باش يغير لنا، ما يخلي لناش ديما انترنت يونيتي سونترال انترنت، ممكن يطلع لنا انترنت فوق، ممكن يجي لنا يونيتي سونترال تحت باش ما يخليش نفس هنا. وعندكم هنايا لي بوان نفس العمليه، ممكن دير نقطه ممكن دير جوج على حساب اللي يعجبك. وهنا لو طون، وهنا لو طونتاتيف، مثلا هنا نقدر نقول ليه مثلا خلي ليه مثلا خلي طونتاتيف واحد، لان حتى هنا ما اصنيش تخلي ليه بزاف لو طون ايكولي ما كاينش اتسيترا. دونك صافي، يعني بالنسبه لنا هذا السؤال سهل، يعني هنا ما كاينش مشكل. اذا بلا ما غنديروا التيست، نديروا التيست في خطره باش نمشيو نديروا تمرين اخر، نمشيو نوفو سلايد ثم كيستيون، وغادي نمشيو نشوفوا دابا مثلا شو مثلا نديروا ريبونس ملتيبل، ناخذوا هاد ريبونس ملتيبل، ناخذوا مثلا شوازير لي سيستيم، لي سيستيم ديكسبلواتاسيون، ديكسبلواتاسيون les plus connus, les plus connus. قم باختيار أنظمة التشغيل المعروفة لديهم، دونك بالنسبة لنا حنا ما تهمناش. هنا كالعادة غادي نكبر داكشي، هنا ما كيعطيناش لي بوتون راديو، ولكن كيعطينا لي كازاكوشي، هما كيعطينا لي كازاكوشي. هاد لي كازاكوشي كنحطو فيهم الأجوبة كالعادة، بغينا نزيدو شي هذا، بغينا نمسحو من هاد البلوس. إذا غادي ندير مثلا مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت وورد. إذا غادي ندير هنايا ويندوز، غادي ندير ماكوس، ماكوس، وغادي ندير مثلا هنايا وورد ماكوس، ندير اكسل، اكسل. لا يهم، اللي تهمنا هو حنا نحدوا ليه الاجوبه الصحيحه، كنمشيو نبدلوا تا هما هاد لي كازاكوشي بالصيغه اللي بغينا. اذا هنا فين ولي عندي الجواب الصحيح، كنمشي ندير عليه دوبل كليك. اذا هذا خطا، غنحيد منه. يا ها الجواب عندنا هذا وعندنا هذا. اذا الباراميتراج كالعاده بنفس الطريقه، كندير دوبل كليك هنا وكنمشي نختار ايدي ديالو. مثلا غنديروا هنا شوا ملتيبل، شوا ملتيبل هنا ثاني باش يغير لنا لي كيستيون. وهنا نقدروا نعطيو مثلا بوان تاع هي ولا بوان، نخلي وحده يلا لا مزيان، هنا نعطيه دو بوان لان غادي ياخذ جوج اختيارات، باغا نديروا ليه جوج دو بوان، ونخليه هنا طونطاتيف يعاود، ماشي مشكل هنا يعاود، يحاول يعاود في لي طونطاتيف، ماشي مشكل يعني، واخا يعاود مره اخرى نعطيه اسيدي امكانيه يعاود جوج مرات، ماشي مشكل. صافي، هنا نخليه يعاود، حاولوا تعقلوا معايا باش نوصلوا لهذا. يبان لكم هنا راه خصنا نبقاو نجاوبوا، نديروا طونطاتيف اخرى باش نديرو فيرمي. نمشيو يعني سؤال اخر كما كنقولوا، نمشيو نوفو سلايد نفس العمليه. اذا نفس العمليه كتعاود، غادي ناخذ مثلا في هذه الحاله مثلا كاينين هنا اختيارات بزاف، اختاروا مثلا غومبليساج كيستيون فيد، ضغطوا مثلا هنا مثلا غومبليساج فيد بحال غومبليغ لو فيد مثلا. هنا غادي تكتب مثلا على حساب مثلا تكتب السؤال مثلا كومبليتي، شي حاجه اللي فيها املاء الفراغ، ما كومبليتي، كومبليتي لا ديفينيسيون سويفون، سويفونت لا ديفينيسيون سويفونت سويفونت. اذا هنا مثلا غادي نجيب انا واحد مثلا، مثلا غنمشي نجيب واحد زوندو تيكس لي زانوتاسيون، نمشي نجيب واحد زوندو تيكس ونكتب مثلا لومو انفورماتيك، لومو انفورماتيك فورماتيك مثلا، اي كومبوزي، اي كومبوزي دو دو مو مثلا، دو دو مو مثلا، نقول ليه مثلا انفورماسيون بلس، هو خصو يزيد ليا مثلا اوتوماتيك. هادي غادي نبيرسوناليزيها باللون اللي عجبني، ما كاينش مشكل. اذا هنا غادي نحاول نكبر هادي باش تجي حدايا، هنا تجي حدا هاد بلوس، ونقدر هادي نكبرها واحد شويه، دونك هنا باش تبان لينا واحد شويه مزيان. هنا
ممكن ندير اونتري وندير كل وحده بوحدها، ماشي مشكل. نقدر ندير دومو وندير هنا اونتري هكا، وندير اونتري كاع هكا، ونجيب مثلا هذه هنا نزيد نكبرها واحد شويه. وهاد انفورماسيون نقدر نكبرها بزاف عليهم شويه باش تبان ليا، حيت هي اللي عندي بها الغرض. ندير هنا مثلا باللون مثلا حمراء، ونجيب هذا حداها باش يجي ليا مثلا هو حداه هاد انفورماسيون بلس اوتوماتيك هنا بلا ما يعني كيفاش نكبروا اكسترا. دونك هنا بالنسبه لينا ماشي مشكل، انتوما غاتبيرسوناليزيو على حساب اللون ديالكم ولا دار. ممكن قلنا نمشيو للفورما ونديروا الشكل اللي عجبنا من هنا، دونك راه ماشي مشكل على حساب طبيعه الاسئله. اذا هنا اللي مهم هو ان خصو يحط لي هنا ماشي هنا، دونك هذا فقط زوندو تاكس. اذا اللي مبروغرامي هو اللي فيه هنا الواحد، يعني خصني هنا نمشي البروبريتي ديال الواحد ماشي ديال هذا، دونك هذا فقط زوندو تاكس. اذا باش زوندو تاكس، اذا انا خصني نمشي لهذا هذا، اذا دوبل كليك على هذا باش نعطيه هنا اش يدخل المتعلم. اذا دوبل كليك هنا وغادي نمشي للفوق، لاحظوا معايا عندكم هنا ليست دو فالور كوريكت اللي هما صحاح. غنقول ليه مثلا غنكتب ليه اوتوماتيك، يعني شنو غيدخل المتعلم اوتوماتيك، يعني خصو يدخلها صحيحه. وهنا كنعطيه طبيعه السؤال هذا غومبليغ مثلا لو فيد، نديرو ار في غومبليغ لو فيد. لي بوان تاعو تعطيه بوان، تونتاتيف نديرو لي غي مره. وحاجه مهمه هنا اللي ما نساوهاش وهي سنسيبل ا لاكاس، بمعنى انا خليت هذه العلامه مكوشيه خصو يدخل ليا اوتوماتيك مينوسكول. اذا غنكوشي ديكوشيها انا باش سوا حطها ماجيسكول ولا مينوسكول، يعني ما كاينش المشكل. اذا صافي هذا هو اللي كاين. نمشيو نشوفو تمرين اخر مثلا، غادي نمشيو كالعاده اما قلنا من هنا نوفو سلايد، او لا كنمشيو لانتيراكسيون وكنديرو مثلا غادي نديرو مثلا غليسي ديبوزي. لاحظوا معايا درنا غليسي ديبوزي نفس العمليه، يعطينا هنا كنحط السؤال ديالي. السؤال ديالي مثلا غادي نكتب مثلا ديبلاسي ديبلاسي مثلا شاك ايماج، مثلا شاك ايماج دوفون 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 لو نو كوريسبوندون كوريسبوندون. اذا هنا ملي كندير هاد السؤال كيعطينا تعطيك هنايا ممكن تجيب ايماج، هنا ممكن تجيب ايماج، هنا ممكن ايماج ايماج او لا تكست ايماج ولا ايماج تكست على حسب انت طبيعه السؤال ديالك. انا يعني بالنسبه لي غادي ندير هنا تكست وهنا ندير ايماج باش نغير شويه. انا غادي ندير نكتب هنا ممكن قبل ما يعني قبل ما نبدا انسيري ليماج ممكن نكبر مثلا الاسئله او نوع الخط باش يجيك مثلا الكتابه شويه كبيره. اذا هنا غادي نكتب بالنسبه لي غنكتب اكران اكران، غادي نكتب هنا يونيتي سنترال يونيتي سنترال، وغادي نكتب هنا انترنت مثلا انترنت. هنا غادي نمشي ممكن هاد لاريير بلو ممكن نبدلهم نديبلاسيهم هنايا، راه ماشي مشكل. هنا ممكن ندير هنا على حساب الطريقه اللي بغيت انايا، دونك راه كيعطيني حتى هو هذا باش كيجيبهم ليا قد قد حساب شنو بغيت انا. ها هو لاحظ معايا، وممكن نغير هاد لاريير بلو، راه ممكن نغيرو نمشي الفورما كالعاده ونجيب هاد لاريير بلو ولا نجيب اللي عجبني انا، نحاول نغير واحد والاخرين راكم شفتوا الطريقه نوع الخط الكتابه اكسترا. هنا غادي نمشي نقلب هنا على، لان علاش هنا شنو كيعطيك هنا تعطيك نحاول نرجع باش يبان لكم شنو، نحاول نرجع اللور شويه قبل 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 شويه. شنو كيقول لك هنا كليكي سور كليكي بور اجوتي غليسي اون تكست، يعني سورس، يعني هذا لا سورس وهذا سيبل او ديستيناسيون، يعني هذا هو اللي غدي عندها هنا، هذا هو يعني المطلوب. اذا غادي نرجع لقدام شويه
قدام شويه مزيان. دابا غنمشي نجيب انا هنا لي زيماج اللي عندهم علاقه بالليكرون، هذا عنده علاقه بالنيتو سنترال، ثم هذا عنده علاقه بالانترنت. غادي نمشي دونك كيكون عندك ديجا انت حاط لي زيماج ديالك في واحد الدوكيمون ديالك، غندير مثلا ايكرون، كنجيب ليكرون نفس العمليه، غادي نمشي نجيب اونيتي سونترال كنكون حاطهم هنا، غادي نمشي نجيب مثلا انترنت. مزيان، هاد لي زيماج ممكن ديبلاسيهم فين ما عجبك، يعني هذا ماشي بالضروره هنا بالنسبه لينا راه غيكونوا هكا، انت راه ممكن تجيبهم باش تدير شويه ديال، لان التمرين خصو ما يكونش مثلا بهذيك الصيغه واحد حدا واحد، كتغير مثلا هذا هنا، ممكن تغير هذا هنا وهذا هنا تتر. ممكن دير كما عجبك، او ممكن ديبلاسيهم تخلي هادو الفوق مثلا، تجيب هادو الفوق هاك كلهم الفوق مثلا طبيعه السؤال، وتجيب هادهم كلهم تجيبهم هنا هكذا، وتجيب مثلا هادو هنا، يعني ممكن شوف نتوما على حساب، يعني على حساب ديبلاسمون ديالكم اللي بغيتو تحطوا لي زيماج فين ما عجبكم تحطهم اوتوماتي. وهنا تكبر رواتي لي زيماج، خلاص تكبرها انترنت هنا لي زيماج تكبروهم شويه، دونك نتوما على حساب لا ديسبوزيسيون اللي بغيتو مثلا ديروه. واخا نفس العمليه في الباراميتراج كتبقى بنفس الطريقه، ممكن كندير دوبل كليك وكنلقى انت ندير الباراميتراج ديال هاد ديالي كما قلت، اي دي رابور غنسميوها مثلا غولي لي مثلا لي زيماج. هنا الريبونس شوف باش يغير ما يخليهمش نفس الديسبوزيسيون ديالهم بحال هكا، غير يعني كيغير مره يجيب لك ليكرون هنا، مره يجيب لك نيتو سونترال هنا الى غير ذلك. وهنا لي بوان مثلا هنا عندك ممكن دير 3 بوان مثلا على حساب هنا على حساب السؤال، كل واحد تاعي طونطاتيف ممكن دير مره ممكن دير جوج، غنخليو هنا طونطاتيف وحده. الطون قلنا بغيتي ديرها، لو طون بغيتي ما ديرهاش، دونك غادي نزيدو سؤال اخر اللي هو سؤال اخير، غادي نحاول ندير سؤال اخر، غادي نمشي مثلا ندير سيكونس. هاد لي سيكونس عاوتاني نفس العمليه، ممكن دير شي سؤال اللي فيه مثلا رتب الاعداد من الاكبر الى الاصغر، او شي حاجه يعني اللي عندها علاقه بالترتيب. انا بالنسبه لي غادي ندير كلاس سي مثلا، كلاس سي مثلا لي زونيتي، دو ستوكاج، بار مثلا بار اوردر ديكروسون، اذا هنا كالعاده بغينا نكبروا ولا نصغروا ولا هذا، دونك بلاش لما لا يهمناش، هنا ممكن ديبلاسيهم كما جبنا من هنايا، ها هما نصغروهم نجيبهم فيما بغينا، نحاول نكبر واحد شويه فقط بالنسبه لهنا باش تبان لي شويه كتابه هنا. وهنا كنعطيه الاسئله، يعني الاجوبه خصك تعطيه هنا، خصك تعطيه انت الاجوبه يكونوا صحيحين كلاسين بهذه الطريقه، ولكن هو راه غادي يغيرهم. بالنسبه لي غندير انا مثلا ان تيرا اوكتي مثلا، ان تيرا اوكتي، ونقول ليه مثلا هنا 3 جيجا اوكتي، ونقول ليه هنا مثلا 1.4 ميجا ديال الديسكات، ونقول ليه مثلا ان اوكتي مثلا، وهذه ممكن نحذفها ولا نزيد شي وحده اخرى كالعاده، ما كاينش مشكل، ممكن نغير حتى هذا لاريير بلون كما قلنا، راك ممكن نغيروا لاريير بلون ديال شي وحده فيهم كما عجبنا نغيروه. اذا انت هو بنفس العمليه نمشيو نديرو الباراميتراج، الباراميتراج راه ساهل، دوبل كليك كنمشيو نفس العمليه، غادي نسميو مثلا هذا كلاسمون، كلاسمون مثلا غير باش نعقل عليه هنا في الرابور. هنا لي بوان كالعاده ممكن ديرو هنا 4 ديال لي بوان، ممكن لي بوان اللي عجبكم، طونطاتيف ممكن دير طونطاتيف تلعب على طونطاتيف اللي عجبك. اذا كنظن غادي نبداو هذا المسائل ديالنا، غادي نمشيو نديرو لابيرسي باش نشوفو العمليه. دونك كنمشيو هنا كي دوزنا الديابو الثاني، اذا هنا قلنا نديرو فو مثلا ماشي مشكل. هنا عطانا يعني هنا كاين اختيار واحد، ما عطاناش طونطاتيف، اذا ناخذ انترنت مثلا او قلبها هنا الفوق ريبونس فري. هنا قلنا ليه عطينا جوج ديال لي طونطاتيف مره واحده، لاحظ لاختاريت ليه ويندوز والوورد، غنقول ليه سو متر
غيخرج ليا ميساج هو اللي شتو قبيله حاول مره اخرى انكوريكت دوزولي فوت ريبونس انكوريكت. اذا هنا عندي المحاوله بقى عندي حق ندير اسي مش يعطيني محاوله اخرى. اذا هذه المحاوله الاخرى اللي درتها خاطئه راه ما غاديش غيدوزني ديريكت ما يسمحليش مره اخرى، وغنديرها نتعمد نديرها خاطئه ويندوز ندير مثلا اكسل. لاحظوا معايا اللي درتها خاطئه شنو يقول لي، يقول لي ديزولي فوت ريبونس انكوريكت. ملي ندير كونتيني غيدوزني لديابو الاخر اوتوماتيك، دوزني لهذا صافي لان الاخر عندي خطا. غادي ندير هنايا مثلا اوتوماتيك، نحاول نكتبها ماجيسكيل باش تبان لكم اوتوماتيك، لان قلت ليه على حساب لي كاس ندير سوميتر. دونك قال لي صحيح ندوز. دونك هنا كنديبلاسي كالعاده ها هو ليكرون غادي ندير، نحاول ندير هذا هنا يونيتي سونترال، هنا ندير انترنت، هنا وندير سوميتر. قال لي راه صحيح. اذا هنا عندي ديكلاسي، لاحظوا معايا انتركت في الاول درتها الفوق، اذا هو جاب لي. اذا اضطر خصني نطلع انتر الفوق ونطلع 3 جيجا الفوق. علاش هنا؟ لان عندي هي محاوله واحده، اذا خصني نجيب داكشي مثلا صحيح 1 يعني ميجا وندير سوميتر. اذا هنا كيعطينا في الرابور لاحظوا معايا كيقول لك 4 عندك صحاح، سكور 9 بورسونتاج دياب بوزيتيف شحال اللي عندك ديال ديابو، لي زانتراكسيون ايفيكتيف تيقول لك 6. وهنا كيعطيك الكلاسمون ها هو اي دي فغي او فو، شوا اونيك شوا ملتيبل، ها لي طونطاتيف اللي درنا مثلا هو شوا ملتيبل. لاحظوا معايا عندك دو طونطاتيف هنا اللي درنا جوج، وكيعطيك بانها صفر اللي ما عندها صفر نقطه، وتعطيك هنا الاختيار اللي اختاريتي كوريكت ان كوريكت. وهنا كيعطيك الرابور ديالك هنايا اللي اختاريتي بالنسبه لينا هنا، تعطيك الاجوبه ديالك هما هنايا. دونك هذوك اي دي ديالنا نورمالمون خصنا نسميوهم باش كيعطينا هنا خلاص ترجع. وتنتم غادي كنشوف الاسئله ديالي اللي درت، يعني الاخطاء اللي درت، وتبقى يشوف هنايا تيقول لك هي فالور كوريكت، وتيقول لك راه اوتوماتيك تعطيك ديك اوتوماتيك اللي عطيناه. وهنا تيقول لك راه صحيح لانه هو تيقول لك ان ان سويفون، كيعطيك هنا بالخضر، هنا عاوتاني كيعطيك الاجوبه ديالك، هنا كيعطيك مثلا الصحيح ديالك. اذا من بعد يعني كيفاش غنكسبورتيو هاد هاد هاد, هاد سميتو، وهذه هي اللي مهمه جدا. غنمشيو للفونتر اكسبورتي، نضغط على اكسبورتي. كاين جوج ديال الامكانيات مثلا اللي مهمه، لا درنا ليه فيديو راه غادي يجي يشوف فون فيديو فقط، هو غادي يتفرج فيه ما غادي يديرش لانتراكسيون. حنا بغينا التلميذ يدير لانتراكسيون ويتدخل. كنمشيو ل HTML5 وهي هذه مهمه، كنضغط عليها لاحظوا معايا شنو غادي يعطيني. كيعطيني هاد الاختيارات كامله، ديمونستراسيون ديداكتيسيال اونترينمون، انا بالنسبه لي ماشي هادو ديداكتيسيال ماشي اونترينمون، غنخليو تيست. جينيري لا باج دانتكس لان مهمه هذه الباج دانتكس، لان يجيك بحال الشكل ديال لي باج ويب، كيتقرا في اي نافيغاتور وكيتقرا في البورتابل وكيتقرا في الاورديناتور، كيتقرا في كل شيء. وواحد الاضافه الصراحه مهمه جدا وهو روبورتاج. لما مشينا للروبورتاج هنا غنلقاو ال ام اس يعني ليرنين مانجمنت سيستم، يعني كيخدم في هاد لابليكاسيون، ممكن يخدم لكم في مثلا في المنصه ديال موديل، مثلا في منصه تلميتيس غيخدم مباشرة. هنا كتختار لما هو عنده واحد الميزة كتزاد لي عليها سكروم 2004 اتسيترا. دونك هنا ما غادي ندير انا اوكان، ما غنخدمش بهذا الشيء لان هذا موضوع اخر، وربما نرجعوا ليه في شي فيديو اخر. غنخليو هنا جينيري ونحيدو هذا ونخليو فقط تيست، وكنمشيو نحط نشوفو فغنحطو هاد الفيشي ديالنا. ممكن نديرو في دوسي هنا، نديرو نوفو دوسي نسميوه مثلا تيست، ندير تيست مثلا تيست، ندخل ندير دوبل كليك وندير سيليكسيوني دوسي تيست. هنايا تقريبا هنا ما كاينش شي تغييرات هنايا، دونك ماشي اشكال. كندير اوكي وهو كيكونفيرتي لنا تيحول لنا لهاد. دونك غندير انه ما غنفتحوش باش نشوفو الريبرتوار ديالنا فين حطو تيست هو هذا. اذا غنفتحو، لاحظوا ملي غنفتحو كنلقاو تيست اندكس. اذا كنفتح الاندكس دوبل كليك وكيعطيني الاندكس ديالنا التيست، كنضغط على التيست وكيبقى يدوزني الاسئله ديالي عادي. هذا ممكن يجاوب فيه التلميذ على خاطرو ويبقى يجاوب، ممكن نكبرو ممكن نصغرو اتسيتيرا. دونك هو كيتسناني نجاوب، اذا انا هادشي شتو كيفاش كيتجاوب، اذا ما غاديش نديرو. اذا يمكن يضغط على التيست، ممكن يضغط على الاندكس، ممكن يضغط على التيست، دونك باش يدوزو ديريكت التيست بلا ما يعطيه داك البادو ديالو بالاخرى. دونك الى هنا كنكون ساليت، يعني هذا ممكن انت تصيفطو للتلامذ، تصيفطو في دير في وان درايف ولا
جوجل درايف الحساب، ممكن دير ليه كومبريسي ديالو، ممكن تكومبريسي دير ليه هذا باش يمشي لك وينرار، دير وينرار بحال هكا وتصيفطو في جوجل درايف ولا وان درايف، التلميذ يدخل ويفتحو ويبدا يجاوب. اذا هذا كيخدم اوف لاين، يعني بلا الانترنت بلا والو، ممكن يخدم به التلميذ، يدير به التمارين ديالو. دونك الى هنا كنكون يعني ساليت هاد الورشه رقم واحد. غادي ربما نتلاقاو ان شاء الله على حسب الطلب في ورشه اخرى، اللي هي اللي عنده شي مثلا شي اشكال في هاد اكتي بريزنتور، وبغى مثلا شي ورشه خاصه بالمونتاج او خاصه بالسيميلاسيون اتسيتيرا، دونك ممكن نديرو هاد الورشه.